جرب لي التنمية القروية بجامعة غيات. هذا الحفل التكريمي كان لفائدة بعض الفعاليات الجمعوية والإعلامية والتربوية أيضا، وهذا يهدف إلى الاعتراف بمجهودات جميع الفعاليات في جميع الميادين والحقول. مستقبلا كنفكر باش نديروا شي معرض مصغر ديال الفلاحه المحليه ان شاء الله، وكنحاولوا نكثفوا المجهودات ديالنا حنا كمكتب ديال الجمعيه باش ان شاء الله نخرجوا على احلى ارض الوجود. السلام عليكم، معكم رشيد بالعريشي، مزداد بتاريخ 28/8/1991، ممارس رياضي ومدرب فنون الحرب الرياضة التيكواندو بسلك زولة بتشجيع الزيتون.